خطتي مع جيل 2006. كثير طلاب سألوني: يا أستاذ إيش خطتك مع طلاب جيل 2006؟ أو متى إحنا لازم نبلش توجيهي؟ الآن يا جماعة، قبل كل إشي، بالبداية متى إحنا لازم نبلش توجيهي؟ لازم يا جماعة قبل كل إشي تبلشوا بالتأسيس. التأسيس أنا منزله كاملا على قناتي في اليوتيوب وعلى بطاقتي في منصة أساس، فسواء أنت مشتري بطاقتي أو بتتابعني على اليوتيوب، في عنا 5 حصص تأسيس نازلة على القناة وعلى البطاقة، تمام؟ فضروري انك تحضرهم قبل ما تفوت معي بالمادة. في كثير طلاب بعثوا لي: استاذ احنا خلصنا التأسيس، يلا بدنا المنهاج. فمش حلو انك تفوت على المادة وانت مش متأسس منيح، لانك ما راح تقدر تفهم علي انا شو بشرح لك. فضروري كثير انك تحضر التأسيس اللي موجود. اهلا وسهلا فيكم طلابي الاعزاء، معاكم الاستاذ فهد السلامة. طبعا يا جماعة، اذا انتم مش مشتركين في القناة ضروري كثير انكم تشتركوا فيها اذا حابين تنجحوا، اذا مش حابين تنجحوا برضو اشتركوا في القناة. الآن يا جماعة، سألت سؤال إنه كيف رح أشرح أنا المادة؟ كيف رح يتم شرح مادة الرياضيات التوجيهي؟ الآن رح يتم شرحها يا جماعة على 3 مواقع رئيسية. أول واحد بطاقتي من منصة أساس، ثانياً قناتي باليوتيوب، ثالثاً على الفيسبوك. طبعاً الموقع الرئيسي اللي هو طبعاً على بطاقتي في منصة أساس، رح يتم شرح المادة بالتفصيل، رح أحل معاكم أوراق عمل، رح أحل جميع أسئلة الكتاب الطالب وبرضو أسئلة من كتاب التمارين، وبرضو رح يكون في امتحانات وطبعاً فيها دوسيتي، ورح تقدر أنك تتواصل معي. فللي بحب يحجزها بترك لكم رقمي أسفل الشاشة، بعت لي وبحجز لك إياها. إلى الموقعين اللي ظلوا اللي هم اليوتيوب والفيسبوك، رح نشرح يا جماعة عليهم زي مراجعة خفيفة ونحل كم سؤال على الدرس، تمام؟ هسا اليوتيوب رح يكون في منه مسجل، وأما الفيسبوك رح يكون لايف مباشر ومش محفوظ، تمام؟ الآن يا جماعة، متى الانطلاقة رح نبدأ فيها الشرح؟ أنا رح أنزل أول درس، شرح لأول درس في المادة بتاريخ 4/7، تمام؟ هذا التاريخ رح أنزل فيه شرح أول درس على بطاقتي وبرضو على اليوتيوب. نفس الدرس رح أنزله على اليوتيوب عشان تشوفوا كيف شرح البطاقة مفصل وبجنن، تمام؟ هسا في كثير منكم يستغربوا إنه أستاذ كثير بكير شهر 7 تبلش. لا، مش بكير، طلاب 2005 بلشوا من شهر 8 السنة الماضية، ولحد الآن إحنا هينا بدنا نصير في شهر 7 عشان يفوت على الامتحانات. في منهم مش خاتمين المادة، تخيلوا أنتوا سنة كاملة مش خاتم المادة ولا مرة. فلا عادي، إحنا منبلش من شهر 7 البكير، منختم المادة مرة مرتين ثلاثة ومنراجعها شو في ورانا، تمام؟ إيش بحتاج يا أستاذ حتى أتابع معك؟ بالبداية بتحتاج إنك تشتري هذا البورد. هذا البورد بتلاقوه في أي مكتبة، سعره دينار، كثير كويس. وبتحتاجه برضو ورق A4، بتعلق الورق A4 على البورد وبتصير تكتب معي، تمام؟ الآن ثالث إشي رح تحتاجه اللي هو دوسيتي للمادة. طبعاً إحنا المادة للفصل الأول فيها 3 وحدات، أول وحدة رح تكون في دوسية، والثاني وحدة وثالث وحدة في نفس الدوسية مع بعض. فلهيك دوسيتي رح تلاقوها إن شاء الله مطبوعة وجاهزة في الفترة القادمة بالمكاتب، ورح أحدد لكم أي مكتبة والتاريخ تواجدها في هاي المكتبة. كيف رح أضل على تواصل معك يا أستاذ وأعرف آخر التطورات اللي بتصير؟ لازم إنك تشترك في جروب الواتساب. على أول تعليق تحت رح تلاقيني مثبت التعليق وكاتب لك جروب للشباب لحال وجروب للبنات لحال، تمام؟ ركز على كلمة لحال، تمام؟ بنات لحال وشباب لحال. بتفوت على الجروب، أنا بنشر عليه حل أسئلة، بنشر عليه مواعيد الحصص، بنشر عليه مثلاً مواعيد أو أماكن تواجد المكاتب ومواعيدهم. فلهيك ضروري كثير إنك تشترك في جروب الواتساب. ليش بدي أوثق في أستاذ فهد السلامة؟ أو شو راح تقدم لنا؟ يعني يا جماعة، طلاب 2005، أنا أول ما نزل منهاج كولينز الجديد، نزل للأول ثانوي لجيل 2005، ورحت أنا شرحته كاملاً على قناتي في اليوتيوب. حتى أنتوا نفسكم جيل 2006 في كثير منكم حضروا الفيديوهات أنا منزلها من سنة، وبرضو الفيديوهات الجديدة اللي نزلت كم درس جديد. فكثير منكم حلوا واستفادوا من هاي الأسئلة والدروس وجابوا علامات عالية. حتى عندي على صفحة الانستغرام، برضو اللي مش متابعين على الانستغرام هي حسابي تحت اسمي فهد السلامة. اللي مش متابع على انستغرام يا جماعه يتابعني، نزلت ستوري لطلاب كثير جابوا علامات عاليه على الستوري، تمام؟ وفي كمان يا جماعه، اللهم صل سيدنا محمد، المنهاج زي ما انتم بتعرفوا برضه شرحته كمان مره في التوجيهي لطلاب 2005، يعني شرحت لهم الاول ثانوي وشرحت لهم برضه منهاج التوجيهي، فان شاء الله كل خبرتي اللي اخذتها منهم وبرضه من اللي قبلهم راح احطها معاكم انتم 2006، وباذن الله راح تشوفوا ان انا ما راح اقصر معاكم وراح اعطي الماده حقها. وانتم يا جماعه جيل 2006 ان شاء الله بين ايدين امينه،
وما راح اقصر معاكم، واعتبروني اخوكم مش استاذكم. وراح احط لكم يا جماعه في اول تعليق تحت كل حساباتي ورقمي لحتى تتواصلوا معي اذا في عندكم اي استفسار، وبرضه اللي عنده اي سؤال بتقدر تكتب لي اياه بالتعليقات تحت وانا بجاوبك عليه، تمام؟ وهاي يا جماعه كانت خطتي معاكم انتم جيل 2006، وان شاء الله زي ما حكينا فينا لقاءات لسه كثيره لقدام، فزي ما حكيت لكم كل حساباتي بتلاقوها باول تعليق تحت، فاللي عنده برضه اي سؤال اكتب لي اياه في التعليقات، وبنشوفكم على خير والله يعطيكم ألف عافية.